نازل بكره تشارك في الانتخابات؟ باذن الله تعالى ان شاء عشان الله. المشاركه ولا علشان الغرامه الماليه؟ لا عشان المشاركه. طب ودي طبعا اهم انتخابات عشان ربنا يصلح حال البلد يعني ان شاء الله. حضرتك عايزه تتاجل ولا تتم في ميعادها بكره؟ لا تتم في ميعادها طبعا عشان يعني ربنا يسهل الحال بس يعني. طب والتوترات اللي بتحصل مش هتاثر على سير العمليه الانتخابيه؟ لا ما احنا بنقول ربنا يستر يعني ويعديها على خير يعني مش هتاثر عليها ان شاء الله باذن الله. علشان المشاركه ولا علشان الغرامه الماليه؟ لا عشان المشاركه واقول بصوت. طيب حضرتك عايزه تتاجل ولا تتم في ميعادها؟ لا تتم في ميعادها. طب والتوترات اللي بتحصل في البلد دلوقتي مش هتاثر؟ لا المكان اللي فيها الاضطرابات تتاجل الانتخابات. اي والله انا نازل اشارك في الانتخابات بس مش بكره. هتنزل تشارك؟ بس انا هنزل اشارك. هتشارك عشان تبع محافظه الجيزه. هتشارك عشان المشاركه في العمليه السياسيه ولا علشان الغرامه الماليه؟ لا عشان الاثنين. طب حابب انها تتاجل ولا تكون في ميعادها؟ لا ما تاجلش تكون في ميعادها. طب التوترات اللي بتحصل في ميدان التحرير او في اي ميدان في جمهوريه مصر العربيه هياثر على العمليه الانتخابيه؟ اكيد طبعا. دوت دمار للاقتصاد ودمار لكل حاجه في الدوله. هيأثر على الانتخابات يعني ممكن تحصل مشاكل او شغب؟ هيأثر على كل حاجه مش هيأثر على الانتخابات بس. باذن الله. عشان الغرامه ولا عشان المشاركه؟ لا طبعا عشان المشاركه. طب عايزاها تتاجل ولا تتم في ميعادها؟ لا تتم عشان بقى نبتدي يعني نمشي خطوه ايجابيه نحس ان في حاجه هتحصل. لكن اللي بيحصل في ميدان التحرير او اي ميدان تاني في اي محافظه في جمهوريه مصر العربيه مش هيأثر؟ لا بالعكس مش هيأثر، ده بيدينا حافز اكتر ان احنا ننزل يبقى لنا راي ان شاء الله. طب هتشارك عشان المشاركه نفسها ولا علشان الغرامه الماليه؟ لا طبعا عشان المشاركه نفسها طبعا، مش هتنظم الغرامه الماليه ازاي يعني؟ لا عشان المشاركه نفسها. طب بالنسبه لانها تتم بكره في ميعادها او تتاجل حضرتك رايك ايه؟ والله يعني بتوع السياسه بيقولوا ان هم يعني تعمل في ميعادها واحنا عايزين اصلح، هي هتعمل بكره حتى لو اتاجلت هنتم مع التاجيل. لكن وجهه نظر حضرتك الشخصيه انها تتاجل ولا تبقى في ميعادها؟ والله هو تعمل في ميعادها طبعا احسن يعني عشان نوصل للبلد دور الامان يعني ان شاء الله. بسم الله. مرحله ثانيه. مرحلة تانية؟ طب نازل تشارك عشان المشاركة ولا علشان الغرامة المالية؟ لا عشان المشاركة. طب حضرتك مع انها تتأجل ولا انها تكون في ميعادها؟ لا هي في ميعادها احسن. طب التوترات اللي بتحصل في ميدان التحرير وميادين محافظات مصر المختلفة هتأثر؟ ما ممكن تكون الانتخابات هتأثر يعني لما الناس اللي في الميادين محتاجين وكان بيشوف الشعب يعني نزل انتخابات في حالة رضا من الناس على رضا على البلد وكده، فممكن تأثر على الميدان مش الميدان اللي يأثر على الشعب، أصل الشعب فيه ملايين. المفروض ان الانتخابات دي اصلا هتاثر بالايجاب بالنسبه للشعب، الناس لسه بتقول رايها رغم الاحتجاجات والاشتباكات والكلام ده كله، لا لسه الناس موجوده الناس مش خايفه والناس بتنزل كل حاجه، بس في حاجه يعني سمعنا ان في وضع اعتذروا ان هم ينزلوا الانتخابات، لما القاضي يعتذر الناخب يعمل ايه؟ فده يعني المفروض القاضي اولا يبقى هو لما ينزل هيدي ثقه للناخب ان انت تدي صوته ان شاء الله. علشان المشاركه السياسيه ولا علشان الغرامه الماليه؟ لا عشان كل حاجه، كل حاجه ماليه وسياسيه. يعني خايف من الغرامه؟ ايوه. اللي على اللي مش هينتخب؟ لا انا عشان خاطر السياسه. عشان الانتخابات؟ طبعا. طب عايزها ميعادها بكره ولا عايزها تتأجل؟ لا عايزها بكره. في ميعادها؟ ان شاء الله. طب والقلق اللي بيحصل في البلد مش هيأثر؟ لا مش هيأثر ان شاء الله. بامر الله. هتشارك عشان تشارك ولا علشان الغرامه الماليه؟ لا عشان اشارك، عشان الغرامه الماليه وانا عليا غرامه. لو ما شاركتش هتدفع غرامه؟ لا وانا مش موظف. معاك بطاقه؟ معاك بطاقه. بقت برقم القومي. ان شاء الله. طيب ان شاء الله عايزه في ميعادها بكره تبتدي ولا تتاجل؟ لا انا عايزه اتعامل بكره. ما تتاجلش؟ لا ما تتاجلش طبعا. ان شاء الله ربنا ييسر الامور. طيب نازل تشارك عشان المشاركه نفسها ولا علشان خوف من الغرامه الماليه؟ والله الاثنين. طب انت مع انها تبقى في ميعادها بكره ولا انها تتاجل؟ مين؟ انها تكون في ميعادها بكره ولا انها تتاجل؟ لا تمشي في ميعادها احسن افضل. طب والتوترات اللي بتحصل في ميدان التحرير وبعض الميادين الاخرى؟ والله ده يعني كلام فاضي، يعني لازم نستنى نشوف ايه اللي هيحصل وبعد كده نتصرف مش نتخانق من دلوقتي. ان شاء الله هشارك ان شاء الله. طيب هتشاركي عشان المشاركه نفسها ولا علشان الغرامه الماليه؟ لا المشاركه طبعا عشان خاطر بلدنا. طيب انت مع انها تبقى في ميعادها بكره ولا انها تتاجل؟ لا معاها عشان الامور تهدى في بلدنا، اصل خلاص اللي احنا فيه ده وده كله اللي بيحصل ده ما بيعجبنيش. أكيد
بس انا مش دايرتي النهارده، انا دايره الجيزه. طيب هتشارك في الانتخابات عشان المشاركه نفسها ولا عشان الغرامه الماليه؟ لا عشان المشاركه نفسها. طيب انت حضرتك مع انها تتاجل ولا تبقى في ميعادها بكره؟ في ميعادها، عشان حتى لو ضحينا باول البرلمان يبقى في استقرار بعد كده. يعني حتى لو البرلمان ده طلع مش سليم 100% بعد كده هنعرف نعمل برلمان تاني ليه؟ نشوف اخطائنا. لا احنا من الصعيد لسه في شهر 12 كده 14 12. طب لما تتم الانتخابات بتاعتكم في ميعادها هتنزل تشارك؟ ان شاء الله. طب هتشارك عشان المشاركه ولا علشان الغرامه الماليه؟ لا عشان المشاركه طبعا. طب حضرتك مع انها تتاجل ولا انها تكون في ميعادها؟ لا في ميعادها ان شاء الله. انا ان شاء الله في الانتخابات بتاعتي في الجيزه مش في القاهره، بس طبعا اهلي كلهم اللي في القاهره ان شاء الله هينزلوا بكره، مش عشان الفلوس، علشان خاطر نحط نقط على الحروف ونقول ان البلد دي فيها ناس عايزه استقرار البلد وعايزه الدنيا تهدى. لا عشان المشاركه طبعا، عشان المشاركه هو المبدا اهم، اللي هو لازم الواحد ينتخب الناس يعني اللي هي تفيد البلد وتصلح من شان البلد، ونحاول يعني يا رب كده نهدي الوضع اللي احنا فيه دوت، ويا رب كده يعني ايه ننتخبهم يطلعوا كويسين.